الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العليم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهي ماشية خلقها ورزقها مع ضعف حركتها الواهية فهي تسبح بحمده وتقدس بمجده فهنيئاً لأهل القلوب المؤمنة الصافية أحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتكاثرة وحسناته المتوالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله يحيي العظام البالية وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالصفوة الصافية اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الرتب العالية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً من أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الدنيا باقية أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فكم من أناس يسمعون المواعظ وقلوبهم قاسية وكم يزهدون في الدنيا وقلوبهم على حبها متوالية وكم يرغبون بالآخرة وخواطرهم عنها معرضة عادية فيا ليت شعري من السعيد فنهنيه بجنة عالية ومن الشقي فنعزيه من نار حامية يا ليت شعري أوعظي هذا يلين قلوبا قاسية فإن من الحجارة لما يتفجر منها عيون جارية
وإن منها لما يهبط من خشية الله. إخوة الإيمان والإسلام، اتقوا الله عز وجل، فإن الدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر. فيا من غلبت على قلوبهم الأهواء المردية، كيف بكم وقد أصبحت منازلكم خالية، ونقلكم الموت إلى قبور بالية، وصارت أولادكم تبكي عليكم بأدمع حامية؟ هل اعتبرتم بمن مضى قبلكم من القرون الماضية؟ فقد سقتهم المنية كأساً غير صافية، وها هي نازلة بكم، والله أعلم أمصبحة أم مماسية. فكيف بكم إذا خرجتم يوم القيامة من القبور بأقدام حافية وأبدان عارية؟ كيف إذا أجبتم بحجة غير كافية وسلسلة الأيدي إلى الأعناق وسحبت الزبانية ونادى الملك هذا جزاء من ضيع من لا يخفى عليه خافية؟ اتقوا الله عباد الله. يقول ربنا عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول عز من قائل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. لأن هذه السورة جمعت ذكر العديد من أهوال يوم القيامة. إذا الشمس كورت، أي لفت وطويت وذهب ضوءها، ثم ألقيت في نار جهنم إذلالا لمن كان يعبدها. وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت وذهب ضوءها، وإذا الجبال سيرت أي قلعت من أماكنها وسويت ودكت بالأرض كما كانت عندما خلقها الله أول مرة، لا جبال ولا وديان. وإذا العشار عطلت، أي النوق الحوامل وهي من أغلى ما عند العرب، تركت من غير راع ولا حالب من شدة ما دهاهم من أهوال يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت البهائم يوم القيامة مع أنها ليست مكلفة، ولكن إظهاراً لعدل الله
يحشر يوم القيامة الوحوش، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد إلى الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي إذا نطحت شاة بقرون، شاة بغير قرون في هذه الدنيا، الله يحشر الاثنين، والتي كانت جلحاء تصير قرناء فتنطح تلك فيتساويان ثم يصيران ترابا. فلا تدخل البهائم لا إلى جنة ولا إلى نار. وفي هذه الآية دليل على أن البهائم فيها أرواح، وإذا البحار سجرت أي جف ماؤها واشتعلت وأوقدت، فمياه البحار والمحيطات تسجر يوم القيامة، تشتعل وتتأجج نارا. وإذا النفوس زوجت، الصالح مع الصالح في الجنة والطالح مع الطالح في النار. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا كان يحصل في الجاهلية من بعض العرب ليس من جميعهم، صار الواحد يئد بنته وهي حية عند الولادة خشية العار، خشية أن تؤسر من قبيلة أخرى، وخشية الفضيحة فيدفنها وهي حية والعياذ بالله. وهذا السؤال بأي ذنب قتلت توبيخ لهم، والجواب: قتلت بغير ذنب. وإذا الصحف نشرت، تنشر صحائف الأعمال، كل يؤتى كتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه سعد يوم القيامة، لأن هذا دليل الفوز. كما روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أوتي كتابه بيمينه يمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فيفرح بذلك، فيذهب إلى أصحابه، فلما يرونه يقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى إذا أتاهم قال لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت الموتة التي متها لم أبعث بعدها حياً للحساب، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، فلا مال ولا سلطان أي ملك، كل هذا زال، خذوه فغلوه، أي جعلوا يديه إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه، أدخلوه في النار، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل: هذه السلسلة طولها 70 ذراعا،
تدخل من فمه وتخرج من دبره. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم. لماذا يحصل له هذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لأن الكفر موجب للعذاب يوم القيامة في النار، كما قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولا فرق بين الكافر الذي ولد من أبوين كافرين وبلغ على ذلك وبلغته دعوة الإسلام فلم يسلم ومات على ذلك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وبين من ولد على الإسلام ولكن بعد ذلك ارتد عن الإسلام وقع في نوع من أنواع الكفر، كمن يسب الله أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو يستهزئ بشيء من شعائر الإسلام، وكمن يعتقد اعتقادا كفريا كالذي يعتقد أن الله جسم أو أن الله ضوء أو أنه يسكن السماء أو أنه يجلس على العرش. كل هذا من عقائد الكفر والضلال، لأن الله هو خالق الأماكن والخالق لا يحتاج إلى المخلوق. فالله خلق السماء للملائكة، خلق العرش وهو كالكعبة للملائكة الذين هم في السماوات، وخلق الأرض للإنس والجن والبهائم. أما الله تعالى لا يحتاج إلى المكان، كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وأيضا الكفر الفعلي، كمن يرمي المصحف في القاذورات والعياذ بالله، أو يدوس على المصحف، من وقع في نوع من أنواع الكفر إن لم يرجع إلى الإسلام بالشهادتين متبرئا من الكفر ومات على كفره والعياذ بالله، خلد في نار جهنم مع أولئك الذين ولدوا من أبوين كافرين وبلغوا ولم يسلموا وقد بلغتهم دعوة الإسلام. لا فرق بين هذا وهذا، كلاهما مخلد في نار جهنم. نعم، لأن الكفر أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، من مات عليه لا يغفره الله تعالى له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فمن مات على الشرك لن ينال المغفرة يوم القيامة، من مات على الكفر لا ينال المغفرة يوم القيامة، بل هو خالد مخلد في النار، كما روى مسلم في صحيحه أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو أن لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم، كيف لا يفتدي لو استطاع؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى له: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. مع كل ما أنعم الله عليهم من نعم يكفرون بالله والعياذ بالله. لذلك قال ربنا عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لماذا هم شر الدواب؟ لأن الدواب تأكل من رزق الله ولا تكفر بالله. الكلب والخنزير يأكلان من رزق الله ولا يكفران بالله. أما هذا الإنسان أكل من رزق الله وكفر بالله والعياذ بالله.
نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يحفظنا وإياكم من شر الأشرار ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Al-Hakim narrated from the root of Ibn Umar, may Allah raise his rank, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the one who desires to envision the day of judgment, let him read Surah At-Takwir, because it contains many of the overwhelming events that will take place on that day. The first verse means when the sun loses its light and becomes dark. The scholars of interpretation said, the sun will shrivel and enfold and then will be thrown into hellfire to humiliate those who used to worship it. The second verse means when the stars scatter and drop and lose their light. The third means when the mountains are wrenched out from the earth and leveled as earth was first created without mountains and valleys. The fourth verse means when the precious female camels are left unattended without a shepherd and without one milking them because they are overwhelmed by other matters. This similitude alludes to the day of judgment when no one pays any heed to what he used to have. The fifth verse means when the beasts are gathered after resurrection. Ibn Abbas said, the beasts will be gathered on the day to take the due from one another, after which they turn into soil. Although the beasts are not accountable for their deeds, still this happens to elucidate the justice of the Creator. This ayah also carries an explicit proof that animals have souls. The sixth verse means when the water of the oceans will dry out without any drop left. Ali ibn Abi Talib and Ibn Abbas, may Allah raise their rank, said they will be lit in a blaze. These oceans and seas will be lit in a blaze. The seventh verse means when the man among the people of paradise will join his equal, and the man among the people of hellfire will join his equal. The eighth and ninth verses refer to the abhorrent practice of some during the era of ignorance of buying the female infants born of burying the female infants born of the to them while they are still alive. The man preferred to kill his own female infant out of fear that she might be disgraced if captured in a raid or sold into slavery, or out of fear of poverty. The honorable people at the time refrained from such a practice and stopped others from doing it. The deed and her reply, the significance of her being asked is to severely reprimand the doer of such an abhorrent deed. And her reply would be, I was murdered for no reason.
By this, the abhorrence of the act stands out and the murderers would be clearly exposed. The tenth verse means, the book in which the angels record the good and bad deeds is laid open. Every person will stand at his book and learn what is written in it and would say, this book wondrously does not skip counting neither a small nor an enormous matter. So fear Allah, O slaves of Allah Azza wa Jal. Prepare for that day that Allah said about it, that it is indeed very close and Allah knows best. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همًا وكربًا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين يا الله اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم وأحسن خاتمتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله